السلام عليكم. نتمنى انه الجميع يكون في احسن حال. في هذه الحصه غادي نشوفوا ان شاء الله كيلكو زاباري وغادي نهضروا على لي برينسيپ دو فونكسيونمون ديالهم. على اساس هذه الحصه غتكون مقدمه ان شاء الله وغادي يتبعها دي سيونس دو فورماسيون, يعني comment utiliser هاد لي زاباراي اي comment profiter ياك دو سكو بو ان اباراي فير. الوغ لو مو دياغنوستيك لا بليبار كيحسب ليهم مرتبط بالاباراي هو الا نقدر انني غير ندير لو كونترول ديال ان سيستيم كيلكونك ياك وكنسميو هاد لو طراي سي تان دياغنوستيك. لو دياغنوستيك كيديرو حتى الطبيب, يعني فاش كيجي كيقلبك لا بروميير فوا هذا سي بون ولا لي زاناليز ولا هذا سي تان دياغنوستيك. غير هو الفرق بين لو كونترول اي دياغنوستيك. لو دياغنوستيك يدفعك انه دير ان بتي رابور, يعني كتقيد دوك الملاحظات ديالك كتعطي ان جوجمون. هذا هو بالنسبه لي زاباري. عندنا اليوم 5 ديال لي زاباري كيف ما قدمكم هنا, فيهم دي تيب. عندنا دي زاباري اللي هما مونو مارك, وعندنا دي زاباري اللي هما ملتي مارك. سا فو دير لي زاباري اللي هما مونو مارك اوكي هما لي زاباري اللي كي يخدموا غير مع ان سول تيب دو فييكول, ما كي يخدموش مع بزاف. بار اكزومبل شركة رونو دايرة اباري خاصة بها, كتدخل رونو داسيا بطبيعة الحال سميتها كليب, سماوها هكدا. بار اكزومبل مرسيدس الاباري الخاصة بها كتدخل لي تيب دو اولا لي موديل دو مرسيدس كلهم سميتها ستار. مثلا ديال سكودا والبي ام وهذا اوكي حتى هما عندهم لاباراي ديالهم كاتير بيلار, حتى هي فورد كذلك. هادو سوسون دي زاباراي مونو مارك, وكاين عندي دي زاباراي ملتي مارك. هما هادو اللي قدامنا هنا, هادو سوسون دي زاباراي ملتي مارك. غير هاد لي ملتي مارك فيهم واحد الميزه, ميمكنش تلاقى شي اباراي اللي كتدخل الطومبيلات كلهم في العالم, هادي راه امبوسيبل اوكي. غير هي تختلف النسبه, مثلا كتلقى واحد لاباراي كتدخل 90% ديال لي فييكول, وحده كتدخل 80%, وحده كتدخل 50%, او لا كتلقى واحد لاباراي كتدخل بزاف وبسهوله للسيارات ديال الجابون ومجاور الجابون, يعني السيارات الاسيويه. او لا كتلقى واحد لاباراي كتدخل بزاف للسيارات الاوروبيه, كتدخل لي زوطر ولكن كتعطيك لي زوبسيون بزاف ولي ديطاي بزاف لي فييكول اوروبيان بحال هكا, من غير انه لي زاباراي محدودين. بار اكزومبل الا بغينا نشوفو مثال هاد لي دو زاباراي هادو اللي قدامنا هنا, سو سون دي زاباراي اللي هما سامبل
اوكي، حتى في البري ديالهم ما غاليش، ما كيدخلوش للطوموبيلات كاملين، ما كيخدموش بالباتري ولا بشي حاجة ولا بالضو، وهما كيخدموا ب ان كورون الكتريك ديال بريز دو دياغنوستيك لوبيدي، سي بون، كيخدموا بيه مع الطوموبيل. يعني الا ما برونشيتيهاش في الطوموبيل ما يخدموش ليك. كذلك هاد الجوج دابا اللي هنا راه غادي نشوفوهم تاهم، كذلك هادي اوكي، غير هو كل وحده فيهم. اللي بغيت نقول لكم قبل ما يعني نسالي هاد الفيديو، اللي هو كيف ما قلت لك الفيديو مقدمه، انه لاباراي ماشي هي كل شيء. كاينين دابا دي ريباراتور يعني كيخدمو في لي فيكول الكترونيك وهذا، وبحكم ليكسبيريونس بحكم كذا حافظ لي كابتور، حافظ لي زاكتياتور الكابلاج وداك الشيء، كيخدم سون اباراي. ولكن مع مرور الوقت ولات الاباراي اللي هي ضروريه. علاش؟ بار اكزومبل غير لي فاسمون ديال لي كود دو ديفو ما يمكنش يدار من الطابلو، من الطابلو دغور ولا شي حاجه، كيلكو ريغلاج ما يمكنش، لادابتاسيون اكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون. لذلك اصبحت لاباراي دو دياغنوستيك اوتوموبيل واحد لوتي اللي هو ضروري بوغ ان ريباراتور. الحصة الماجية إن شاء الله غنحاول أنه نشوفوا هاد لي زاباري ونعطيكم الفرق اللي كاين بيناتهم إن شاء الله تعالى. شكرا لكم.